فعالية جديدة لدى ميسك، هذه المرة لا تستهدف الجمهور المحلي فحسب بل تستهدف العالم أجمع. هنالك أكثر من 100 متحدث قادمون من دول العالم سيتناقشون حول مواضيع عدة، لكن ما هو الجديد؟ الجديد تلاقح للأفكار الغربية والعربية على مسرح ميسك. وزراء وقياديون ومخترعون يطرحون تجاربهم ورؤيتهم لمواضيع اقتصاد المعرفة ودعم الإبداع في المؤسسات. رؤية عام 2030 للمملكة العربية السعودية هي رؤية تتلاقى مع رؤية الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة أيضا للعام 2030. أعتقد أن هذا المنتدى اليوم يوفر فرصة هامة جدا لنا جميعا لتضافر الجهود، لتلاقي الأفكار، وأيضا للشباب السعودي، الشباب العربي وشباب العالم أيضا. بنك من الأفكار يتم تداولها في المكان. هنا يجد الجميع عملاتهم الفكرية التي تصلح لأن تكون نواة لعمل ريادي يساعد المجتمع ويسهم في تطويره. تنتشر هذه الحلقات المصغرة على جانبي المسرح، وفيها يلتقي شباب الأعمال من كل دول العالم المشاركين في المنتدى لتبادل الآراء ولإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجههم في أعمالهم. المنتدى ليس هو المسرح فحسب، هذه الرسالة التي وصلت من خلال ورش العمل التي تقام على هامش المنتدى، حيث تتخصص كل ورشة في موضوع يساعد الحضور في المضي في خطوات متقدمة في جانب متخصص من ريادة الأعمال. راح نتكلم بورشة العمل عن كيفية استثمار الهوايات وتحويلها إلى عمل تجاري. نتمنى أن نفيد حضور مشاركتهم بقصصنا وطريقة بدايتنا كرواد أعمال، اللي هم يعني نتكلم نبتدي من الصفر إلى حد ما، ونكون إحنا أشخاص اللي نقوم بالصنعة. أكثر من 30 فعالية متخصصة يحتويها المنتدى الذي جذب أنظار العالم في يومين متتاليين. عبد المحسن الحربي، الإخبارية، الرياض.